السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تكوين جمالي مجسم بالخشب. ومجسم يعني له ثلاثة أبعاد، له طول وعرض وارتفاع زي ما احنا شايفين في هذه الأشكال، بنراه من جميع الاتجاهات بهذا الشكل. هنشوف طبعا طريقة عمل هذه الأشكال أو المجسمات هذه باستخدام الأعواد الخشبية، وهنشوف طبعا طريقة عمل هذه الأشياء أيضا. نركز شوية في هذا الدرس لأن احنا ممكن نستخدم هذا في المشروع الفصلي أيضا، ونستخدم هذه الأفكار فيه. إذا استفدت من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنتعرف مع بعض على الأدوات والخامات اللي نستخدمها. عندي هنا قطع أعواد خشبية بالشكل هذا، وسط كده لهذه أو أي لو حتى اللي هي اللون الخشب العادي، يعني ما لازم تكون ملونة زي كده. وهذه أيضا هذه مقاس أكبر شوي، وهذه مثل أعواد الكبريت صغيرة بس ملونة شوي. إذا استخدمنا أعواد الكبريت عادي مش مشاكل. أو وهذه أيضا أعواد خشبية بالطريقة هذه. وعندي طبعا قطعة خشب، هذه تقريبا مقاس 20 × 20 سنتي، قطعة خشب زي كده اللي هنعمل عليها الأشكال. عندي بقى الأدوات عندي المسطرة ومشرط، وعندي أيضا مقص وقلم رصاص. وهنستخدم معانا المادة اللاصقة، هنستخدم مسدس الشمع يكون أفضل، هنستخدم مسدس الشمع معانا. اول شيء هعمله اجيب من كل لون كده قطعتين مظبوطين واخليهم هنا كده على جنب. هذه طبعا هتكون للكراسي ان شاء الله. بعد كده ببدا همسك الاعواد هذه. طبعا يفضل طبعا يكون مظبوطه وعادله، فبقص الاطراف هذه، بقص الاطراف هذه باستخدام المقص بالشكل هذا كده. هنبدأ مع بعض هنا، هنمسك كده مثلا لون مثلا هذا اللون الأصفر. لا بيكون عندي ثلاث قطع مظبوطين بالشكل هذا، خلاص ثلاثة بالحجم هذا كده بخليهم. وعندي هنا أحتاج سبع قطع تقريبا. القطعة بتكون هقسم هذه نصفين، يعني هقسم هذه نصفين بقلم رصاص وهعلم على نصفها وهبدأ أعلم على الباقي. مثلا هذه مقاسة 11 يبقى يعني 5.5 تقريبا هنا كده. وهذه هنقسمها نصفين، يعني هذه كده هنقسمها نصفين. شوف طولها كام، وهنجيب واحدة منهم ونقسمها نصفين 11. هبدأ أعلم على كله وبعد كده أبص. هنا هذه كده بعد ما قصنا القطع ورتبناهم. طيب نركز كده مع بعض ونشوف القطع اللي هنستخدمها. هنا اتنين طوال بالشكل هذا وقطعتين بالطريقة هذه وأربعة وثلاثة، وعندي هنا سبع أعواد هنحتاجهم. فهبدأ كده بهذول أثبتهم مع بعض باستخدام طبعا مسدس الشمع. عندي كده هنا الاثنين دول الرجلين دول مع بعض، هنثبتهم هنا كده، هنثبت هذه فيهم. هنجيب قطعة من هنا نضع تحت هنا كده.
نفس المقاس تقريبا. نحاول نخليهم يكونوا متوازيين، يعني ما يكونوا مايلين كده ولا كده، يكونوا متوازيين إلى حد ما كده. بعد الطريقة هذه أخلي العود من الداخل، أخلي العود هذا من الداخل كده، وهبدأ أثبت هذه هنا طبعا بنفس الارتفاع اللي هو ارتفاع الرجلين دي اللي هو هذا كده. ممكن أعلم بأي قلم وأضع الشمع أيضا هنا. بعد كده يبقى عندي الودين الموجودين هنا، هقص على يد المكان هذا، شايفين المكان هذا اللي هو هذا كده، هقص على كبره تقريبا. وكده انا عملت الكرسي، وبالتالي بعمل باقي الكراسي بهذا النمط. بالنسبة طبعا للطاولة نحتاج لها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9، بالإضافة طبعا إلى الأرجل هنحتاج لها 4 أعواد للأرجل، وأيضا ممكن نحتاج لها قطعتين كمان بنفس هذا الشكل. هنشوف مع بعض هنا، نقص هذه كده، هعلم بس كده بالخط عشان نقص بالمقص طبعا نقص الزيادات هذه. بالنسبة للأرجل والطاولة نحتاج لها 4 طبعا، هيكون أطول من الكرسي بشوي كده، يعني مثلا ارتفاع هذا أعلى من الكرسي مثلا زي كده. بقى أنا عندي كده الاثنين دول هيمسكوا الأخشاب هذه مع بعض. وطبعا بالنسبة للعوارض اللي هي زي هذه عند الأرجل هنحتاج 4 كمان. يبقى طبعا هنرتب الخشب بتاع الطاولة بالشكل هذا، وابدأ اضع الشمع هنا. هبدأ الارجل الاول، هثبت كل اثنين مع بعض. بهذا الشكل من هنا كده. على كده ثبت بقى اثنين هنا. ممكن نحاول نظبط الحواف هذه بورقة صنفرة زي هذه كده. ممكن ايضا في عملية الاخراج نجيب بعض الاوراق البلاستيكية زي هذه. وعندي عارفين هذه العلب الصغيرة هذه اللي بيبقى فيها الكمية وفيها الاشياء المطاعم، كنا نجيبها بالشكل هذا ونضع فيها بعض الورود او الزهور زي كده، بحيث انها تعطيني شكل ايضا جميل ورائع. ممكن نضعهم ثبتهم طبعا مسدس الشمع او نتركهم على حسب الرغبة. وشايفين هذا مثلا غطا زي هذا ممكن ايضا نستخدمه. انا طبعا هحاول اثبت الاشياء هذه اللي امامي هذه، بحيث انها عندي لو هنا عندي برضه صمغ زي هذه ممكن اجيب لها شجره صغيره زي هذه كده، وابدا اثبتها فيها بالشكل هذا. بهذه الطريقه هنبدا بقى هنا نضع الطاوله وباقي الاغراض.
وبالشكل هذا يكون انتهينا من درس اليوم اللي هو تكوين جمالي مجسم بالخشب. طبعا شفنا طريقة عمل هذا الشكل بالأعواد الخشبية وهذه المجسمات. إذا استفدنا من الفيديو لا ننسى اعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.